بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلقت أشواطي أيضا الصعوب. الشوط الجعدان الأول ينطلق على حضراتكم في هذه الانطلاقة الموفقة مباشرة. النهاب محمد بن علي المالكي مع المركز الأول، المركز الثاني من يتواجد هناك مع المركز الثاني من الجانب الآخر، لكن أعود إلى المركز الثالث شاهين طالب بن حمد الوهيبي، المركز الرابع مشاكل محمد بن الحميدي الوهيبي من ينطلق مع المركز الرابع. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى وخمسة مراكزنا الأولى المتقدمة، لكن أعود في مقدمة هذا الشوط بقيادة أيضا نهاب محمد بن علي المالكي من ينطلق مع أول المراكز وأول المنطلقين في صدارة هذا الشوط، ولكن المركز الثاني شاهين طالب بن حمد الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث أيضا مشاكل محمد بن الحميدي الوهيبي على المركز الثالث. هذه الثلاثية المميزة الذي تنطلق على حضراتكم بهذه الانطلاقات الجميلة والرائعة، لكن هناك الصدارة والمركز الأول بقيادة نهاب محمد بن علي المالكي ينطلق وحيدا مع الصدارة مع الانطلاق الجميل والعرض المميز مع الصدارة هذا الشوط. أيضا نهاب محمد بن علي المالكي ينطلق مع مقدمة هذا الشوط بعرضه الجميل وأداء المميز، لكن الجماعة قادمين شاهين طالب بن حمد الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث مشاكل محمد بن الحميدي، لكن هناك مع الصدارة بشعار بالقاضي ينطلق مع المركز الأول هنا بقيادة نهاب محمد بن علي المالكي. أسعد الله صباحك المركز الثاني، وصل مشاكل محمد الحميدي الوهيبي المركز الثالث، كان بشعار طالب بن حمد الوهيبي مع شاهين، دقيقة 48 63 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.